السلام عليكم، معكم عاتق عبد الحق، متطوع إنساني في جائحة كورونا مع بعض الإخوان جزاهم الله خير. الحمد لله هذه البادرة ديال وقفة ديال الجائحة قمنا بها في هذه المبادرة قبل أسبوعين. اليوم مبادرة ثانية لأن وعدنا هاد الناس اللي كيعيشوا واحد الظروف مزرية في ظل الجائحة والجفاف. هاد المنطقة اللي جينا لها هي إقليم الصويرة، دواوير عيت عيسي، وكذلك دوار اخر بحكم بعض الاسماء اللي كتكون ما عارفينش هذه المنطقه. يعني واحد يعني تقريبا استهدف واحد 4 أو 5 دواوير اللي استفاد من هذه المبادره هذه. مع العلم حنا كنا مبرمجين على واحد دوار اي داود، لكن المشكل اللي وقع ان بعض الجمعويين يعني قال لك ادخلت لنا السلعه ديال هذه المساعدات هذه باش نفرقوا حنا، هذا الشيء اللي ما تقبلناش حنايا، لاننا حنا عندنا امانه على عاتق ديالنا، خصنا نوصلوا للناس اللي كيحتاجوها نعطيو لهم بيدينا باش نكونوا عارفين لما نعطينا. هذا هو النقطه اللي كانت فيها الاختلاف ولقينا فيها معاناه. كذلك واحد الطريف ديال طريق الخيل اللي وقع لنا ديال لومبان في الطريق، فالحمد لله بجهود الاخوان جزاهم الله خير والاخوان اللي تنقلوا باش يحاولوا يجهزوا ديك السياره، والحمد لله قمنا باتصال بالاخوان اللي جابوا لنا سياره اخرى باش انا نحاولوا نقصوا على ديك السياره. كانت الحموله ديالها ثقيله شويه. مهند المبر كنبغي نشكر ابو عمار على عمر على كل المجهودات اللي كيقوم بها في اطار مساعده هاد الاخوان اللي كيعانيوا في هذه المنطقه هذه. وكنشكر كذلك الاخ عبد الفتاح زكي اللي عطانا السياره ديالو فارغونيت، وسي عمر جنان اللي ساعد في هذه المبادره هذه، والاخوان كاملين خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن. وجزا الله كل المحسنين، والله لا يضيع اجر المحسنين. رسالتي لكل واحد عنده منين يساعد هاد الناس يساعدهم. لي ما ساعدش راه وخاء الانسانيه في هذه الظروف. الله عز وجل راه يضيع اجر المحسنين، كل واحد ساعد قليل ولا بكثير الله غادي يعوضه ليه اضعاف مضاعفه. ونتمنى والله عز وجل يتقبل منا جميعا، والله ولي التوفيق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.